المعيشه للناس اللي هي البيئه الريفيه اللي هو مركزين عليه البيئه الريفيه اللي هو الثروه الحيوانيه، لان الثروه الحيوانيه هي باستمرار يعني تكون في نفس الصحراء طول السنه، والزراعه تكون زراعه موسميه فقط في موسم الخريف. والزراعه هذه عندما يحصدوا منها المزارعين ياخذوا منها اللي يكفيهم لمده سنه حتى ياتي الموسم الثاني، يعني تخزين اكتفاء ذاتي. والفائض من عندهم هذا يصدروه الى ينزلوه الى المدينه ويسوقوه حسب التسويق السعر الموجود. نفس الشيء المحاصيلهم اللي هو تعب من الثروه الحيوانيه، في ثروه الحيوانيه اللي هي الحليب، والحليب له مشتقات اللي هو السمن والروب، وهذا السمن ياخذ منه نفس الشيء احتياجاتهم والمتبقى لهم يعني خارج الاحتياجات، هذا يتصدر بقيمه ويستقبلون منهم التجار في المدينه. هذا التجار يستورد السمن هذا اللي يسوقوه حسب ما يعجبهم في المدينه او يعجبهم تسديده للخارج، وهو التسدير يكون على طريقه التجار الى اليمن وتكون الى الهند، وياخذوا معوض اخر. والمعوض اللي كان من هناك من خارج اللي هو الحنطه والملابس والتمر، وهذا يستهلكه المواطن سواء من البيئه الحضريه او البيئه الريفيه او البيئه البدويه. والبيئه البدويه اللي هي يصدر منها اسمها يصدر من منتوجاتها اللي هي الاشجار اللي كانت موجوده اللي محتاجينها في البيئه الحضريه، ونفس الشيء يتصدر اسمها اللبان اللي كان معروف يتصدر من ميناء زمهرم زمان، والحين موجود بعده يتصدر نفس التصدير من اسمه من ثلاثة مدن اللي هي ولاية سطح وولاية مرباط وولاية صلالة وولاية يعني العديد من الولايات. طريقة السكنة مال أهل الريف، سكنتهم من ناس كانوا ما قبل سنتين 200 أو 250 إلى 300 عام كانوا يعني سكنتهم السكنة يعتمدوا على الكهوف الطبيعية وما كانوا مستخرجين أي مسكن ثاني. حتى فيما بعد صارت الفكر عندهم وصار مساكنهم يستخرجوهم من الأشجار اللي هي الحطب والحشائش، وعملوا أماكن لأنفسهم كنان من الأمطار ودفء من البرودة لهم ولنفس الناس والحيوانات، ما عدا أهل البوش وأهل الغنم. هذا دائما يكون متنقلة بالذات في موسم الخريف، ما يستطيعون يبقوا في الجبل نفسه، يما ينتقلوا إلى جهة الشمال اللي هي النجد، ويما ينزلوا إلى السهل. وبعد ما ينقضوا موسم الخريف لكل منهم من أصحاب الأغنام وأصحاب الإبل وأصحاب الأبقار يتم عودتهم كل واحد إلى مكانه. وأكثر شيء التركيز لأهل البوش، ناس دائما عايشين في عيشتهم حب البراري وما يركزوا على المساكن بس، وأهل الغنم أهل الأغنام هم اللي دائما يكونوا في الأودية ويكون في الشعاب ويعتمدوا على الكهوف فقط، ما يعملوا أي مساكن ثانية. المساكن الثانية اللي هي ذكرتها قبل شوية لأن مستخرجة من الحطب ومن الحشايش، هذا بخصوص بأهل الجبل فقط اللي هم ساكنين في الجبل بصفة عامة. في موسم الخريف يكون الناس مترابطين هم وأسر من الجبل، ومساعيهم من خلال السنة مصاريفهم أو كذا يكون من متقدمين من عندهم من سيولة أو كان شيء من الموارد الثانية. وأهل المدينة في موسم الخريف يطلعوا إلى الجبل ويكرموهم أهل الجبل من مدة شهرين أو ثلاثة أشهر، لما ينتهي الخريف يتم عودتهم إلى المدينة. وشيء آخر اللي هو اللي ذكرته قبل بدايتي، إنه العادات والتقاليد تتميز محافظة ظفار يعني بصفات حميدة، أولا الكرم الضيف والعادات والتقاليد والتعاون، ولا زالت متوارثة محافظة ظفار جيلا بعد جيل. أما نسبة التعليم الناس، التعليم كان تعليم القرآن، ويتم هناك في بعض الناس عندهم العلم اللي هو علم القرآن،
وياتوا من المدينه الى الجبل ويتم تعليم القران لتحفيظ القران. ومن الحمد لله رب العالمين من الناس المهتمين بالدين ومهتمين بالاشياء الاستقامه. في بعض من الناس يتقدموا من يوم الاربعاء ويوم الخميس، يعني على الاقدام المسافات بعيده من 40 ومن 30 كيلو الى المدينه، حتى يصبحوا في المدينه ليوم الجمعه لاداء صلاه الجمعه. وهذا كان ما هو عليه متوالف عليه في المحافظه.